السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندي طاجن فراخ بالزيتون والليمون، حاجة حنطة وحرشة كده وجميلة. عندي دبابيس الفراخ، وعندي زيتون مخلي وبصل وليمون مخلل وعصفر وطماطم، عندي كزبرة خضرة، توم، بودرة الزعفران، رز بسمتي، وعندي زيت. حقيقة الأكلة دي حرشة وجميلة جدا، ويا رب تعجب حضراتكم، بس عايز بقى أعملها بطريقة حلوة تراضيكم. إن شاء الله هتراضيكم. بعمل إيه كده؟ أنا زي ما اتفقنا مع بعض، بفتح كده دي عشان هنا بنزل، لو مبقاش جواها دم لما أجي أسويها يبقى إيه، بفتح دي كده أهو. المفروض بشيل العضماية دي كمان عشان تفرغ الدم المحبوس جواها، لكن بتبقى تديني منظر جمالي شوية فبضطر ان اسيبها، بضطر ان اسيبها كده اهي. بشقها كده عشان اولا عدة صفات بتفيدني، زي وقت التسوية بتقل من وقت التسوية بتاعتها، وفي نفس الوقت بتنفس ليها، بتطلع الدم اللي جواها. يبقى ابدأ اعمل كده على الحتة اللي فيها الجلد دي، اروح حاطط كده اهو، اهو اهو ماشي يا عم شريف كده. نعم يا فندم. موضوع رجل الكيك دوت موضوع يطول. والله في مرة طالع انا بتبرمج على الهوا كده وعامل فيها التوت فروت والتمر في الرغيف، وبقول لهم انا اعمل لكم رجل كيكي، وبدأت اشتغل كده. فايه، لقيت واحد بيتصل بيا من دمياط بيقول لي انت ايه هي رجل كيكي؟ قلت له والله ما اعرف. هو لما بيقول له واحد طباخ، يعني انت بتشتغل، يعني انت عامل لي فيها طباخ وانت بتعمل رجل كيكي؟ فاحنا والناس كلها بتتكلم على انا اخترعتها وعملتها. قال لي يعني انت ما تعرفش ايه هي؟ قلت له ما اعرفش ايه هي. قال لي طب يا سيدي تعالى، انا اسمي شغلتي اويماجي. اويماجي يعني ايه يا عمي؟ قال لي يعني بعمل الاويما اللي هي الزغرفه اللي على الخشب. فزمان كنا بنعمل السفره بنعمل لها رجل الكيكي، اللي هي بتبقى ايه، زي قدم الاسد كده. يعني لما في السفره بتاع زمان كده كنت تلاقي الرجل بتاعها زي كف الاسد كده، كان شكلها جميل جدا. قال لي هي دي ايه اللي احنا كنا بنقول عليها رجل الكيكي. فكان لها حوار تاني، يعني بتقلب انت حاجات زمان يا عم يا شريف، وانا بقلب في الفراخ. ومسيكي بالخير يا اما كيكي. انت فاكر كيكه على العالي وكيكه على الواطي؟ لا والله هو ده اللي قال عليه. يا ريت حد من دمياط يكون من الناس القدام الحلوه يتصل بينا بقى ويتكلم معانا في الحاجات الحلوه بتاعت زمان دي. بحب انا دام المواويل والحاجات التراث القديم دوت بحييه. حبيبي يا سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ست ياسمين. مين؟ ست اسماء. الو، السلام عليكم يا ست اسماء. واموريني يا فندم. عايز اعرف طريقه السموث ميك. كل سلو. هعمل لك على الهوا النهارده. حاضر، خليكي معانا وهاتي ورقه وقلم واكتبي ورايا وهعمله على الهواء قدام حضرتك النهارده. غالي والطلب رخيص يا ست اسماء. اي حد نفسه في حاجه هنعملها ان شاء الله قدام حضراتكم. نعم يا فندم. كل سلو ولا سمو في ميه؟ سمو في ميه ده اجمل مدخن. السلم المدخن بيجي جاهز، ما بتعملش على الهواء، بس نعمل منه سندوتشات، بنعمل منه كنبهات،
فالسموم فوم ايه دوت يعني ده بيتباع مدخن. لو قالت سلمون بس يبقى فيه شغل، لكن السموك ده ما هو السموم في ترجمتها السلمون المدخن، وده حضراتكم بيجي جاهز في المحلات بتعمل سندوتشات. انا اسف انا بحسبها كل سلو. اللهم صل على النبي. بحب ادي بصل كتير لان ده من انواع اليخني. الاكله دي مغربيه الاكله دي، بس من ضمن الاكلات الجميله جدا اللي بحبها. حبيبي يا نور العين، طيب يا ست نيفين مساء الخير، زي حضرتك عامل مساء الهنا يا ست نيفين. زي حضرتك في نعمة والله يا ست نيفين، ان شاء الله تكوني بخير. الحمد لله. اموريني سعادتك يا فندم. الحمد لله. امور يا فندم. انا كنت في مكان كده ولقيت حاجه بمناسبه الصمام في مية عامله زي كيكه، اكنها معموله على شكل كيكه، ما عرفتش تتعمل ازاي بس كانت عجبتني قوي. يعني مش ساندوتشات، هي عباره زي كيكه كده، قالب كيك. كنت عايز اعرف تتعمل ازاي يعني. الصمام في مية يعني بالسلمون. ما انا عملتها قبل كده حضرتك في قبل شم النسيم. انهي حلقه بقى؟ يعني تخش على النت هات حلقه التورته السلمون، هخش على النت حضرتك على الصفحه بتاعتنا وقول عايز تورته سلمون مع الشيف، هتطلع هتشوفيها حضرتك. انا جايب انا عجينه ملفيه وجبنه كريمي وسلمون وفلفل الوان وشبت. لا كانت تورته شكلها حلو جدا. مفيش حاجه ما بنعملهاش ان شاء الله، كل حاجه عملناها وكل حاجة حلوة بيكم بنعملها إن شاء الله. أشكرك يا فندم على اتصال حضرتك. كده ست إيمان. أيوة ازيك يا ست سرديني. صباح الفل عليك ست إيمان. صباح النور يا فندم، ازي حضرتك؟ نهارك أبيض زي القشطة. نهارك زي الفل يا فندم، كل سنة وأنت طيب. بعود الأيام يا بنتي. الله يخليك يا فندم، أنا كنت بس عايز أسلم على حضرتك وأبعت إهداء لأهلي. اتفضلي يا فندم تحت امرك. مكانك يا بابا، مكانك. اتفضلي. الله يخليك يا فندم، انت منور الدنيا كلها والله. ده انت يا بنت اللي منورانا، الله يصلح حالك يا بنتي. الله يخليك يا فندم، انا عايزه ابعت اهداء لماما عواطف واختي امل وهبه وحنين واقول لهم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان، ربنا يعيدوا علينا وعلى الدنيا كلها بخير ان شاء الله، وعلى حضرتك وعلى كل حبايبك والناس كلها. وانا وانت. وانا وانت. سلام يا جدع. صباح الفل عليك يا ست العرايس، تحت امر سعادتك. يا صباح الهنا عليك يا بنتي. هستأذنكم اخد فاصل وارجع لكم تاني والغير محطة والرفيع. كده حضراتكم عملنا صدمة للفراخ اهي، وكده نغطي عشان المية دي. صدمة للطماطم عشان نقشرها. وكده حطينا كل حاجة. عندي بقى هنا هنعمل الرز بتاعي. هنعمل الرز بتاعي. نعم يا فندم. ها؟ والله عشان انا كده كده يعني. عشان كده كده كده. طيب. اهو. ريحة البصل بدأت تطلع. بدأ. طب هنا الرز بعمله ازاي بقى يا جماعة؟ الرز بعمله بطقوس جميلة جدا غير الرز العادي. أنا عندي زيت زيتون أهو،
ماشي. انا ناقع الرز عندي هنا بقاله بتاع ساعة. بتاع ايه يا باشا؟ بتاع ساعة كده. عندي هنا توم كرات كرفس، توم كرات وكرفس، هحطهم كلهم؟ لا، اخد معلقتين كبار اهم كده، وادي الباقي هنا. يلا، بعد ما حطينا دول كده يا رجاله، نقول ايه؟ نجيب ادي الليمون بتاعي المعصفر. نعم يا فندم. يا ست الحاجه ام محمد، يا صباح الخير يا فندم. يا صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. ازاي حضرتك يا باشا؟ في نعمه يا فندم والله، دايما بحب اسمع صوتك والله. يا صباح الهنا على عيون حضرتك يا فندم. يعني معاك والله الحمد لله. تأمريني سعادتك يا فندم. الامر لله، كل سنه وحضرتك طيب. بعودة الايام يا فندم، ربنا يسترها معاك يا رب. تأمريني بشيء؟ بقول لحضرتك حاجه، انا عايزه رقمك الخاص الله يخليك. على عيني يا فندم، على عيني. سيب تليفون حضرتك، تحت امر سعادتك يا فندم. اشكرك، كل سنه وانت طيبه كده. ادي الليمون المعصفر اهو، بحط دول هنا ايه كده اهو، وادي حبه زيتون، وادي حبه عصفر، وادي بودره زعفران، بودره زعفران كده اهو. يبقى زي ما انتم شايفين حضراتكم بقلب. اللهم صل، اللهم صل على النبي. الريحه لا طالعه حلوه، كاني بعرف اطبخ هنا. هات لي يا ابني حبه بودره زعفران تاني اهو. لا مش غاليه، ما تخافش ما تخافش ما تخافش. اه بتخاف انت، بتامن على جيبك. لا حول الله رب العالمين. ما كترش ملح هنا يا عم محمد عشان خاطر، ايوه ما تبقاش ما عندي حدقه، وانتوا عارفين الناس بتر كتير قوي في الحاجات دي. يبقى انا بعد ما بليت الرز هنا كده ساعه ساعتين، ما مش هيتكسر زي الرز المصري، لا ده مش هيتكسر. الحقن يا ابني ببودره الزعفران كده. يبقى كده شايفين الجمال ده. ادي الرز بتاعي، بسم الله الرحمن الرحيم. هتطلع زي حبايه السنيبر وادي الميه بتغلي اهي. نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه يا راجل انت ده؟ ايه اللي انت عامله ده؟ اكلني شيلني. يبقى كده غطي ونشيل بقى ايه، هنعمل بيت شغلنا ازاي. انا عايزها تجيب اللون الجميل ده. مستكاوي. نعم يا فندم. يا عم محمد افندي، سي محمد. ايوه يا عم شربيني. صباح الفل يا سي محمد. صباح الفل يا حبيب قلبي يا ذوق. احلى مسا على عيونك يا جميل. والله العظيم انا اول مره اتصل بيك ومش اخر مره. يا رب ما تكون اخر مره. الحاجه اللي انا عايزها منك حاجه واحده. عينيا. هتسمعني للاخر ان شاء الله. هسمعك. لو بضحك عليك اقول لك انا بحبك. نعم؟ لو بضحك عليك اقول لك انا بحبك. انا بحبك فعلا. لا اله الا الله. محمد رسول الله. الحاجة الثانية، انت ذوق ليه كده؟ نعم؟
انت ذوق ليه؟ انت احسن مني يا اخي. انت ذوق ليه؟ عشان انت احسن مني. عايز ابقى زيك. يا راجل تختشي عيب، انا احسن منك ايه؟ انت احسن مني مليون مره. يا عم صل على النبي، صل على النبي، ده انت حبيبي ونفسي اقلدك وابقى ذوق زيك. طب انا هقول حاجه صغيره يا ابو علاء. اتفضل يا باشا. انا لو تكرمت عايز رقم التليفون بتاعك. خدامك. على عيني يا باشا. غالي والطلب رخيص يا حبيب قلبي. اشكرك يا عمي. شكرا يا عم محمد. تاخد تليفوني وده شرف ليا يا حبيبي. اشكرك يا عمي. صلي على حضره النبي. كده هنا. ادي الزيتون. مش عايز احط هنا ملح يا جماعه. مش عايز احط هنا ملح. ليه؟ كده. عشان عندي الزيتون وعندي ليمون. كل دوت فيه ملح. يبقى لا داعي ان انا احط ملح تاني. كده اهو. طاجن جميل وحلو وحرش وزي الفل. وادي حبه عصفر. ادي حبه عصفر. الله. شفت يا ابني الحاجات الحلوه؟ بعمل ايه بقى تاني يا سيدي؟ اشيل بقى كل حاجه من هنا. صلي على رسول الله. نقشر بقى الطماطم بتاعتي والرز بتاعي شغال اهو. الله 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 الله. حبيبي 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 وابن حبيبي. كده نقشر الطماطم بتاعتي. المهم الطاجن بتاعي فين يا عمي؟ في الفرن. لازم اشيل القشرة بتاعتي كده. كده خلاص. نقطع بقى. انا سيبها كده تحمر منها بعد منها فيها. هقطع دي كده برنواز. مش عايزها معصورة. صباح الفل والهنا، وشرفت معانا على الخط ست جن. حبيب قلبي. بدي اقول لك انه انا بقول اليوم مش داخله المطبخ، راح اي اكلهم اي شيء هيك على السريع، بس شوفك عم تطبخ بتفتح نفسي على المطبخ وبتخليني ادخل المطبخ. اسكتي بقى عشان انا مبقوق من امبارح. ويعني حصل معايا موقف كده. ايه بقى اقول؟ لا 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 كان صعب جدا. خبرني. امبارح العيال قالوا عايزين ناكل بيتزا. يا نهار ابيض. حياه النعمه دي زي ما بكلمك كده. وانا جاي من بره بقى وايه مش مظبط. فاتصلنا بشركه كبيره من الشركات اللي هو. أيوة طبعا من غير ذكر اسماء. من غير ذكر اسماء. تتخيلي الاوردر هيجي بعد قد ايه؟
بعد 55 دقيقة وب 200 وشوية أو 300 وشوية. مش مهم الفلوس. قال لي بعد 75 دقيقة. 75 ولا 55؟ والمصحف 75. طب ما هو قول لي من بقه. إيد شوية. 75 يعني هتيجي كده في 100. عملت 20. 120. من 75 دقيقة. قلت له طب من فضلك اديني حد مسؤول أكلمه. قلت اتنطط بعمل فيها توت فروت والتمن في الرغيف. ايوه طبعا. سابنا على التليفون بتاع 7 دقايق وفي الاخر قال انا فلان الفلاني مسؤول الترابات التيه اللي هو خدمه العملاء. ايوه طبعا. والشكاوي. طيب قلت له يا عم الحاج يعني انت يرضى ربنا ان انا اطلب اوردر والعيال جعانه هتنام الساعه 12. طب انت لو بجيب الاوردر بقى الساعه 1:30 هياكلوه امتى؟ وحياة كتاب الله بكلمك جد. اعمل انا ايه؟ ده انت بالستين دقيقة بتعمل 3 وجبات كاملين. فقال لي ايه؟ والله يا فندم الرد بقى المقنع ده البولسي بتاع الشركة. يا سلام. واحنا ماشيين على البولسي. قلت له طب مسيلي على الشركة وعلى البولسي بتاع الشركة. كنت انا طالع على المطبخ فوق. وحياة كتاب الله فاتح الدرج مطلع كيلو دقيق. وعندي في الفريزر الخميرة البلدي بتاعتنا الجميلة. انت بتخمر زي انا بخمر برضو. كتاب الله. وحطت الطماطم على النار مقشرها زي كده. واشتغلت. كان عندي يا رب كان عندي صدر فرخه ما كناش هناكله كان مرمي في الثلاجه والله فايض بالعيال. فالمهم رحت هوب 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 ورحت عامل الكيلو عمل لي 4 ثواني والله اكتر اكتر. خدت عملت 2 وحطيت الباقي في الفريزر. لا انا لسه عاجن النهارده لان الشباب عايزين النهارده بيتزا بعجن كيلو بيطلع لي بالمقاس الكبير بتاع صواني البيتزا زي الصواني اللي عندك. ما هو حسب المقاسات بقى لان انا عندي بعمل صواني صغيره. لا انا بعمل لهم الكبير وبريح دماغي. لا افضل. المهم عملت الاثنين كلته الاثنين انا والعيال واتبسطت ونمنا. كان الميعاد كان فاضي بقى نص ساعه تاني على ما هم يجيبوها لنا. ويجي يقول لك بقى بكام بقى. ما هو المشكله مش في البيتزا المشكله بكام بعد كده. ايه والله لو كان عند الفطاطر كان افضل والمصحف الشريف مش تحت ال 300 جنيه صدقني. فانا بشكر قوي الشركات الكبيره هو عشان ربنا يكرمكم ويبقى عندكم ضغط شغل تذنبوا الناس ساعه 12 بالليل يقول لك عايز بيتزا قلت لها هتجي لك على 1:30 وانا هسهر لك عشان حته البيتزا ما لها بيتزا يا باشا. وعملنا عشاء حلو وتعشينا انا والعيال واتبسطنا وبلاها بيتزا. فانا عايز اقول للساده المشاهدين حرام علينا حرام علينا نودي فلوسنا على الفاضي. ولما اكون معاكم قناه كامله متكامله بجميع الكاست اللي فيها والشيفات اللي فيها دي وتشتروا من بره حرام. هتقول لي ما انت كنت هتشتري. لا انا كان انا يعني عيال عايزين ياكلوا حاجه وبسريعه مش هقول لهم النبي استنوا لما اروح اطبخ لكم. كانت شكلها وحش قوي امبارح مش حلو. شكرا ست جانا وجعت دماغك. معلش وجعت دماغ حضراتكم بس كنت لازم اقول الموضوع دوت لان الموضوع ده حرقني من امبارح كده. المخرج بيقول لي الطاجن ده مش هيكفي انت ناوي تاخد الباقي معاك وانت ماشي. تضحك. حاضر اجيب لك الكبير يا باشا اطلع لك الفاز واطلع الطاجن. حاضر يا باشا ادي الطاجن الكبير يا باشا. صلى على الحبيب اهو عشان تطلع فاصل. الله الله بحب انا بقى ايه الشبرقه دي. هستاذن حضراتكم واخد فاصل بس ارص بقى حاجتي فاصل وارجع لكم تاني. الله اول غرام محطه وهضرب بيهد. شاف يا عم شريف شريف افن شريف شاف الرز. صلاه النبي احسن ده حبة صينية بره. شايف الجمال يا باشا؟ اهو. اهو يا باشا بالليمون بالزعفران
بالجمال ده كله. مش عارف انا من غيرك كنت عملت ايه. تروح تبعت دردورمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. الله. طب انا بعرف اطبخ. امال بتعيني ليه؟ يا اخي حرام عليك بقى كفايه. كفايه ظلم بقى. صلى على النبي. دلوقتي يا عمي عندي لحمه بالمسترده. هنشوف مقاديرنا دلوقتي وازاي هنعملها. فين يا ابني الورق؟ اهو. حطينا الطاجن في الفرن اهو. اصل هو بيقول لي توديه الطاجن فين؟ اهو. زي ما انتم شايفين كده الطاجن بتاعي في الفرن. الله اكبر عليك. ويرحم والدي كده. لحمه بصوص المسترده. افضل اي لحمه بصوص تتقطع يا شرايح يا ترانشات عشان تستوي بسرعه وتلغلغ وتتغول مع الصوص المسترده. وانا مش هبدي ان انا احط لها توم. انا هشيل قصدي طماطم. هشيل الطماطم منها عشان يبقى كله بيور قدامنا وجميله وحلوه. لحم بقى مكعبات او ترانشات حسب الرغبه. عندي جزر، بطاطس، بصل، عندي توم ودقيق، مستردة، زيت، مرق، كركم، كريمة لباني، أعشاب، ورق لورو، قرفة، ملح وفلفل. أتدلع بقى فيها بقى وأنا حر. حدش ليه حاجة حدايا. آدي المية كده. دي بنحطها على جنب كده للبطاطس. وادي البطاطس. وادي الكريمه اللباني. طيب نعمل ايه بقى يا سيدي الاول؟ نشتغل في اللحمه الاول عشان تاخد وقتها في السوا، وبعدين قاعد احنا بنرغي مع بعض. مفيش مشكله حدايا. حبيبي يا سيدنا محمد. ست الحباب يا حبيبة. الو الو حبيبة. ست حبيبة. يا ست حبيبة كده. بقطع كده ترنشات وبعد كده هنقسط مع حضراتكم. بس كده فل قوي. يبقى كده اللحمة بتاعتي اهي. اهي. عارف لو في 10 مصورين زيك كده عندي اتنين قصدي اقول لك، كان زماننا دلوقتي مساعد طباخ قد الدنيا. انت تشرف بلد، بتعمل شغل حلو عاجبنا قوي بصراحه. يعني ممكن اخد صوره سيلفي معاك؟ يقول لي لا. ماشي مش مهم يا عم. هعمل ايه بقى دلوقتي يا سيدي؟ نقول كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده اهو، كده كده اهو، كده اهو.
بعمل ايه بقى يا سيدي؟ اجيب حبه ملح، شويه دقيق، شويه فلفل، بودره او حبه زعتر، سلكشن كده اهو. التتبيله دي فيها حبه الدقيق اللي هم بيعملوه شخصيه للحمه، يلا بقى ايه نروح، قصدي نشتغل. طيب نقوم بقى ايه نحط زيت. طيب استاذنكم واخد فاس وارجع لكم تاني. ادور المحطه ولا تروحوا في اي حته. بعد كده حضراتكم زي ما انتم شايفين اللحمه بدات تتجانس مع بعضيها مع التتبيله الجميله اللي حطيتها لها، وبعمل شويه جزر زي ال ال الدم اللي هي البرناقه دي، مش عارف اسمها ايه، بيسموها ايه، بريزيان يعني كده هم، عشان خاطر نعمل شكل جميل. بس الاول احط حبه الايه، نفسي اعرف اللي بيجي بينضف بياخد السكينه معاه وبيمشي، هو ايه يعني؟ عايز اعرف. ويا ابن السكينه مضايقك في حاجه؟ معرفش يا اخي بتسرقوا. ها ما بقولوش حاجه خالص كده. بس اللي بتاعتي اهي، دي البصلية بتاعتي اهيت حبيبي يا سيدنا محمد. كده ادي الجزر بتاعي اهو كده. لسه هنديله بطاطس، بس اعمل ايه، افرم شوية التوم دول. ادي شوية كركم، ادي شوية قرفة سينمون، وادي مكعب مرق، ادي ورق اللارو، ورق الغار، غار مني. بيقول لي اوعى تنسى اللي في الفرن. حاضر يا سعادة الباشا. حبيبي يا سيدنا محمد. كده ده التوم بتاعي، شوية ملح، شوية فلفل اهو. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا خايف احط البطاطس بتاعتي، لا ممكن احطها عشان الوقت بتاعي مش هيسمح لي، بس هي مش هتتهري مني لان على ما تستوي اهي كده. الله، شايف الحلاوة دي يا باشا؟ قول لي ده حلاوة المولد. طيب شكرا يا اخويا، شكرا يا باشا. ادي المس طردة اهي، وديها شيء شق مية. اهو مين يا فندم؟ ست اسماء. ازيك يا استاذ شرفيني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله العظيم انا مبسوطة جدا لاني اول مرة اتكلم في التليفون، عشان بس اسلم على حضرتك بس اقول لك كل سنة وانت طيب وخير رمضان الكريم. الله يكبر بخاطرك، ده شرف ليا. وانت طيب والله العظيم، والله العظيم ربنا يعلم بنعزك قد ايه يا فندم. والله العظيم الله يسترها معاك يا بنتي، الله يسترها معاك يا بنتي، الله يسترها معاك دنيا واخره. كفايه اخلاقك بس يا شيف شربيني، ربنا يبارك لك في علاء ابنك يا رب. وكل سنه وانت طيب. مني انت احسن مني يا ست الكل، استرها معاك رب، ربنا يسترها معاك يا ست الكل. اشكرك يا فندم. كده هنا اهو، شايف الحلاوه دي يا باشا اهي، كاني بعرف اطبخ. شفت يا باشا؟ اديها شيء شامية تاني اهي. ما اقدرش اخش بالكريمة اللبان دلوقتي،
ليه؟ بدل ما تقطع مني يبقى شكلها العاطفي ولا سياحي، نخليها كده. انا حطيت اللحم الاول عشان تاخد سواها، حمرتها الاول. كل حاجة ليها تكنيك في الشغل بتاعي، وليها نظام، ليها نظام. ليه؟ عشان نبقى شغالين صح بما يرضي الله، وما نعملش شغل فبركة اللي انتوا بتزعلوا منه كده. طيب اهو، خليها تاخد وتدي مع بعضيها، وادي الغطا بتاعي عشان نخلص ونخلي تستوي بسرعة. انضف الدنيا بقى كده عشان الراجل بتاعي الكبير ما زعلش منه. نعم يا فندم. ها؟ حبيبي حبيبي حبيبي. تكون واقف مستور. ماشي. ايه رأيك في ده طيب؟ طب الناس اللي تقول رأيها يا اخي. الو؟ يا ست نورة. الو ست نورة. الو ست نورة. ايوه يا شيف. اخبارك انت ايه يا فندم؟ الحمد لله. ايه رايك في الطاجن اللي احنا حاطينه في الفرن يا ست نورة؟ جامد يا شيف، حلو قوي. ربنا يحييلك الدنيا يا بنتي. اشكرك. طلبات حضرتك ايه يا ست العرايس؟ كنت عايزه طريقه عمل مكرونه بصوص البيستو. ايه الجمال والنزاهه والحلاوه دي، على عيني يا عسل. البيستو ده يا جماعه من احسن الصوصات الموجوده في ايطاليا، بيعملوها بمزاج. يجيبوا بارميزان تشيز، ورق الريحان الحلو، زيت الزيتون، بعد عنكم الصنيبر، لان الصنيبر ده مرض، كيلو ب 900 جنيه، مش عايزينه. بس في بديل ليه، لو جبت اللوز وقشرته هيبقى بدل السنيبر. معلش انا ما اجيبش سنيبر ب 900 جنيه كيلو. بعد كده حضرتك نحط كله مع التوم في الخلاط او في الكبه، نطحنه مع زيت الزيتون. مع ايه؟ مع زيت الزيتون. يبقى حلو قوي، يبقى حلو قوي قوي قوي. بعد كده بنسلق المكرونه بتاعتنا. الله 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 الله. ها انت مش عايز تعدي على خير النهارده ليه؟ انا هعمل كولسلو بس على طريقتي انا، حاجه جميله. مش عايز تعمله النهارده، خلي الاسبوع الجاي. ده هي يا اخي، ده في ناس. حاضر، انا خدام سعادتك يا فندم. اخد فاصل ارجع لكم تاني، اول غير المحطه واتروح في حته. كده حضراتكم الكولسلو بتاعي شغال اهو. ده البصل بتاعي اهو. احسن حاجه في الدنيا ان احنا نصلي على النبي. عندي فصين توم، الكرنب الابيض ينفع في اليوم الابيض. بنتدلع براحتنا بقى، محدش ليه حاجه حدانا. اوعى تعملي زي كده وحط الخشب وهي شغاله.
يا ست رهام. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ست رهام. ازيك يا شيف؟ انا متصله مخصوص عشان اسلم على حضرتك. يا صباح الهنا على عيونك يا بنتي، صباح الفل والجمال وكل حاجه حلوه مع سيادتك. والله انا مش مصدقه اني بكلم حضرتك. ده انا خدامك يا فندم، ما تقوليش كده. تسلم ايدك على الحاجات الحلوه اللي بتعملها لنا. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يكرم بخاطرك ويخليكي ليا يا فندم. ليك اي سؤال عندي يا بنتي؟ لا شكرا، حضرتك قايم بالواجب. شكرا، الله يسترها معاك يا بنتي بحق جنب. اشكرك يا حبيبتي، اشكرك. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي اهو. بقول لي ده كلسلو ولا تورتايه؟ قلت له الاثنين. اشيل بقى كل اللي انا بعمله ده كله، خلاص ما عادش لازمه، ونضف مكاني. لسه عندي العسل النحل والزبادي او المينيز زي ما انت عايزه. ممكن تعمليه بالزبادي، ممكن لو عايزه دايت يعني، والزبيب اهو. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. نعمل فين فين فين؟ طيب مال الكوز بتاع ده فين؟ الوش بتاعه فين؟ اهو 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 عندي كده. ده المينيز ادي، العسل النحل، وسن تخلى ابيض، ملح وفلفل اهو وكده اهو. يلا نشتغل بقى ونقفل كده. انا جاهز يا باشا. خلاص يا باشا، صل على النبي. ده كده حد هيصدق ده كله سلو؟ طب ما انا عامله على الهوا. وهابي، انا هابي بري هابي وانت هابي يا حبيبي يا محمد. كده نصلي على الحبيب ونقول عملنا ثلاث اطباق. يا رب يا رب يعجبوا حضراتكم. وقاد الرز بتاعه اهوت اخر طله. يلا اهو عشان بس ما قصرناش في شيء اهو.
حبيبي حبيبي ابن حبيبي. كده اهو. عايز اشكر عمي شريف مخرجنا الجميل، واشكر كل الكاست اللي معايا، واقول لكم نشوفكم ان شاء الله ان شاء الله بكره على خير. سلام عليكم.